هيدي شورى، هيدي شورى الثانية. عم يلعب. Fuel shortage is just one more thing to worry about. Many can't find jobs or even withdraw money from the bank. شكرا روسيا. سباسيفا روسيا. شكرا روسيا. شكرا روسيا. شكرا على السيارة اللادا القوية على جوار لبنان. شكرا على السيارة اللي بتحس بجيبك اللبناني. شكرا روسيا. هيدا العصير والجلاد من انتاجنا لبعثكم اياه. هولي 4 كيلو زعتر جدي في البيوت، 4 كيلو زعتر بلدي. Мне пришла посылка из Ливана. Спасибо большое, Ливан, за этот подарок. Я пока не знаю, что это, но...